ويا صباح الفل والجمال على اجدع واحلى ناس في كوكب الارض كله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد عبد الله في حلقه جديده وحلقه رايقه كالعاده. وحلقه النهارده يا ساده من سلسله تطبيقات للربح من الانترنت للمبتدئين. والنهارده انا هشرح موقع مش تطبيق، ولكن الموقع لتطبيق على الموبايل. ولكن النهارده هشرح الموقع على الماك بوك، وانت برضه ممكن تشتغل من الموبايل بتاعك عن طريق جوجل كروم. والحلقه الجايه او اللي بعد الجايه هبدأ إن شاء الله أشرح التطبيق على الموبايل. ولكن أنا ليه بدأت بالموقع؟ لأن الموقع فيه خيارات أكتر للربح من الإنترنت للمبتدئين، فعايزك تركز معايا عشان موقع النهاردة إن شاء الله تقدر من خلاله تحقق مبالغ رهيبة جدا. بس ركز معايا، أنا النهاردة هديك الزيتونة إن شاء الله كده إيه، وإنت شغل دماغك معايا يا معلم. قبل ابدا اي حاجه، كوبايه قهوه حلوه كده، وانزل تحت اضغط لايك واعمل سبسكرايب واديني كومنت حلو كده لو الحلقه عجبتك. وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، ودايما دايما يا معلم صل على سيدنا محمد لانه يكون شفيه وشفاك يوم القيامه ان شاء الله. وطالب منكم طلب اخوي كده، عارف ان انا رغاي والله، بس معلش استعملوني. طلبي ان انا خلاص خلصت اختبارات كليه الشرطه ومستني النتيجه، فيا ريت تدعي لي دعوه كده من كل قلبك ان ربنا يوفقني ويكتب لي القبول في الكليه دي، لو ان في يوم من الايام فدتك او استفدت مني. فادعي لي دعوه حلوه كده بالله عليك عشان ربنا يكرمني. ونبدا على طول، وكالعاده هنروح لشاشه الماك بوك، وهتيجي معايا في خانه البحث وتبحث عن terabox.com. تمام، بعد كده هيحولك على الموقع. لو جوجل كروم منك باللغه العربيه هيتحول معاك للغه العربيه، باللغه الانجليزيه هيتحول معاك للغه الانجليزيه. ممكن تغير اللغه من هنا على حسب ما انت عايز. اول حاجه هنعملها طبعا وكالعاده هنسجل الدخول، ولكن ركز معايا كده. بيقول لك مساحه تخزينيه مجانيه تصل الى 1024 جيجا. بيقول لك كمان فوق انك هتكسب من الموقع ده، هتاخد مساحه تخزين كلاود، تمام، كلاود ستورج 1024 جيجا بايت، فرقم كبير جدا برضو. ممكن تخزن صورك وملفاتك وفيديوهاتك وكل اللي انت عايزه. تقدر تحمل الابلكيشن على الاندرويد والويندوز واب ستور برضو، تقدر تحمله للماك، وتقدر تحمله لمايكروسوفت وكمان لنظام اللينكس، فظبطين كل حاجه. نسجل الدخول على طول عن طريق فيسبوك بالشكل ده. حلو، وخلاص يا جماعه الموقع فتح معانا، والمشكله كانت في الانترنت عندي. ازاي نبدا نكسب من الموقع ده؟ مبدئيا انت هنا عندك مساحه 1024 جيجا بايت تقدر تستخدمهم زي ما انت عارف. تقدر ترفع ملفاتك من هنا، وتقدر تثبت الابلكيشن على الموبايل، وهشرح الموضوع ده في الحلقات الجايه ان شاء الله، وترفع ملفاتك. ولكن اخرك 5 جيجا في اليوم، ده في النسخه العاديه. ولو عايز تعرف الفرق بين النسخه العاديه والنسخه البريميوم، هتضغط على بريميوم بالشكل ده، تمام، هيوديك على صفحه ثانيه فيها الفرق بين النسخة العادية والنسخة المجانية. هنا النسخة اللي بتدفع لها دولار و99 سنت، تمام، بتاخد ساعة قوس صلب 2 تيرا بايت و48 جيجا، ونسخة احتياطي تلقائي للفيديو، ودعم فك الضغط السحابي، وتحميل ملفات بحد اقصى 20 جيجا، والمساحة المشفرة. هنا في النسخة الحرة نسخة احتياطي تلقائي للفيديو، دعم فك الضغط الايجابي، كل ده مش موجود. عندك بس مساحة 1024 جيجا بايت واخرك 5 جيجا في اليوم. لو انت عايز ترفع عليه ملفاتك فانت ممكن تشترك، مش عايز خلاص دي حاجه ترجع لك. والفيديو ده والله العظيم مش اعلان للتطبيق او الموقع، ولكن التطبيق والموقع حلو جدا وفعلا تقدر تستفاد منه. هنيجي هنا مع بعض ونعرف ازاي نبدا نكسب فلوس، ودي النقطه المهمه بتاعه حلقه النهارده. تضغط معايا على اسمك وتروح على مركز مدير الموقع، مركز عفوا، تمام، هيفتح معاك الصفحه دي. استنى شويه، تمام، هتلاقي هنا عندك كذا اوبشن للربح، 1 2 3 4، عندك 4 اوبشن. طيب نبدا باول اوبشن، مستخدمون جدد، كسب المال من خلال جذب مستخدمين جدد عن طريق مشاركه روابط الملفات. مع كل مستخدم جديد هتجيبه هتاخد 13 سنت. حلو جدا، كل واحد هتجيبه هتاخد عليه 13 سنت، يعني لو جبت 10 هتاخد دولار ونص، حاجه زي كده. مجرد ما تضغط على الانضمام لبرنامج الاحاله هتقدر تروح وتنضم لبرنامج الاحاله. لا لا، خلينا ورا زي ما احنا، لسه في كذا اوبشن كمان عايز اشرحه. عايزين نرجع، ايه مش هنرجع خلاص كده؟ لا لازم نرجع، لازم، انا ضغطت بالغلط. طيب هي دي بس متفعله عندنا؟ لا لازم نكمل بقيه الموضوع، لان الاوبشنات الموجوده كتير قوي. طيب انا هطلع من الحساب ده واسجل الدخول بحساب تاني عشان اشرح لكم بقيه الاوبشنات الموجوده، ولكن الاوبشن ده مهم جدا. وفي حاجات تانيه، وفي ربح من خسارة الرابط في الحلقه بتاعت النهارده هتكون طويله، فاشرب كوبايه شاي وركز معايا. طيب خلينا بس ايه نسجل دخول من حساب تاني وارجع لكم. وسجلت الدخول دلوقتي بحساب تاني، وزي ما انتم شايفين جاب لي الخطه التانيه. طيب يبقى دي الخطه الاولى اللي انا شرحتها من شويه بتاعت الربح من الاحاله. اما الخطه التانيه بيقول لك لكل 1000 مشاهده
من الفيديوهات اللي هترفعها على تيرا بوكس وتشاركها مع اصحابك او مع الجمهور بتاعك هتاخد ما يصل الى 1.3 دولار. اما البريميوم فدي لو انت هتبعت اللينك بتاع الحلقه بتاعك لحد وسجل عن طريقك هتاخد عن طريقه نسبه كام؟ 50%. يعني هو لو دفع 1 دولار في الخطه بتاعت البريميوم هتاخد 50% من ال 1 دولار اللي هو 50 سنت. اما الخطه الرابعه ودي خاصه بالناس اللي بتدي كورسات وبتاع ممكن تقفل المحتوى بتاعك ما تخليش حد يفتحه غير لما يدفع فلوس. وهنا الخطه دي بتبدا من 1 دولار لحد 100 دولار تقدر تسعر المحتوى زي ما انت عايز بدايه من 1 دولار لحد 100 دولار تمام. فهنا في كذا اوبشن للربح مهمين جدا من وجهه نظري. افضل اثنين هم اول اثنين الربح عن طريق الاحاله. كل ما عليك انك تاخد اللينك وتبعته لاصحابك واصحابك اول ما يسجلوا انت هتاخد فلوس. اما الخطه الثانيه لو انت مثلا ناوي تجيب كورسات وترفعها بشكل مجاني وتعمل قناه على التليجرام وعندك الكثير من الافكار انا هنضم لدي دلوقتي لان دي كده كده موجوده عندك اوتوماتيك. هنضم لدي بالشكل ده عشان نشرح عليها كده. طبعا انت تقدر تعيش حياتك بقى مع الموقع وتجرب كل حاجة. هقول له موافق بس كده تمام. طيب هنا خطة تشغيل الفيديو. كل ما هو عليك انك تبدأ ترفع الفيديو وتضغط على مشاركة الفيديو لكسب المال. كل ما هو عليك انك تختار الفيديو وترفعه وتاخد اللينك وتبعته لاصحابك. والموضوع بسيط جدا. اما الموضوع التاني هو الربح عن طريق برنامج الاحالة تمام. وفي برضه ممكن تكسب عن طريق اختصار الروابط فالموقع ده كنز حرفيا. يعني لو دخلنا على الدخل من اختصار الروابط بيقول لك روح سجل هنا. هتسجل عاملين موقع تبعهم للربح من اختصار الروابط زي ما انتم شايفين. حط اللينك اللي انت عايز تعمل له اختصار وتقريبا هم بيقولوا يعني كاتبين ان هم اعلى دخل في الشرق الاوسط ولكن اشك في النقطه دي. ولكن هو موقع كنز حرفيا كنز لاي حد. فانت عندك كذا اوبشن وحاجات كبيره قوي للربح او اعلى السي بي ام حتى 7 دولار. السي بي ام بتاعهم حتى 7 دولار للربح من اختصار الروابط وفي مكافاه 10% لما تشارك الرابط بتاعك والناس تيجي عن طريقك. خطه الترشيح من قبل مدير الموقع برده موجوده عندك هنا. فانت عندك كذا حاجه. فبصراحه الموضوع جميل جدا. وطبعا عندك رصيدك هنا هو من اجمالي الارباح سواء بتكسب عن طريق الربح من دعوه الاصدقاء او الربح من تشغيل الفيديو فارباحك بتظهر هنا وتقدر تسحبها تمام. لكن هنا مش كاتبين الحد الادنى قد ايه ولكن في قواعد واتفاقيات ممكن تقراها من تحت تمام. في هنا شويه اسئله اهو كيف يسحب تروبوكس المكافئات. ممكن تشوف الموضوع ده وتقرا. انا لسه ما قراتش للامانه. نسخ الاحتياط التلقائي مركز مدير الموقع هنا بيقول لك البلدان الالف مشاهده بكام توزيع ارباح الاعلانات. يعني انت زي يوتيوب بالظبط. حاول خدمه تروبوكس في حال استخدامك بعد الانضمام انطلاق الاسعار من 1 دولار. تسويه المبالغ الماليه اهو ستقوم تسويه المبالغ الماليه التي حصلت عليها خلال اليوم بعد الساعه 18 تمام اليوم التالي. هناك فتره تستمر لمده 7 ايام يعني الارباح بتجي لك في خلال 7 ايام. فهم هنا موضحين كل حاجه للامانه. طب الحد الادنى قد ايه؟ مفيش حد ادنى. مجرد ما يكون عندك فلوس تقدر تسحبها. طيب تسحبها على ايه بقى؟ قواعد السحب العثور عليها حساب الارباح لدعوه مدير الحاله. كل حاجه هم موضحينها هنا بس مش حاطين وسائل السحب المتاحه ولكن اعتقد في بايبل تمام. في بايبل وهتلاقي عندك حساب بنكي وهتلاقي عندك حاجات كتيره موجوده. لكن طبعا مش هتلاقي فودافون كاش واتصالات كاش واورنج كاش. هتلاقي بايبل بايونير حساب بنكي وما الى ذلك يعني. فبصراحه الموضوع حلو جدا ودي تجربه اوليه للموقع. انا اول ما لقيته ما استنيتش اجربه ولكن الموقع ده صادق بنسبه 100% وعلى ضمانتي لملايين اثباتات السحب الموجوده على الانترنت. وشركه تيرا بوكس معروفه اصلا من زمان لما كان بس حاجه زي جوجل كلاود كده موجوده. فبصراحه يعني عايزك تشغل دماغك معايا كده وانت ممكن تحقق ارباح خرافيه من الموقع ده. طبعا انا مش هقول لك استنبط امشي عليها وتعمل ايه بالظبط لا انا عايز خيالك معايا. وهيبقى في حلقات كتير جدا وافكار كتير هنعملها بتيرا بوكس. هنعمل قنوات على التليجرام لكورسات وعلمك ازاي تجيب الكورسات. ففي سلسله كامله عن الربح من تيرا بوكس ان شاء الله. بس ركز معايا واللايك بتاعك ده مش هيخسرك حاجه ولكن بيفيدني والله العظيم. اضغط لايك يا معلم اضغط لايك كده ودلعني في الكومنتات. وبس حلقه النهارده كانت نظره اولى كده على موقع تيرا بوكس. في حلقات كتيره جايه جدا عن تيرا بوكس فاتاكد انك عامل لي اشتراك ان شاء الله. وبس كده هو ده كان الجزء الاول. اشوفكم في فيديو جديد. صباحكم زي الفل وعسل يا اجمل واحلى متابعين في كوكب الارض كله.